اهلا بيكم حبايبي النهارده، يا رب تكونوا بصحه وبخير. واهلا بمتابعيني الكرام الجمال. عايزه ان شاء الله كده اللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يشترك ويقول لحبايبه وجيرانه، وان شاء الله يلاقي فيها كل جديد وكل بسيط. انا عندي الطاجن بتاعي اتشرخ، فالنهارده حبيت اعمله، فجبت البلح العجوه، شايفين زي ما انتوا كده شايفين، مسكت مليت الشروخ اللي كانت فيه بالبلح العجوه اهوت، شايفين ما شاء الله، لانه لقيته بصراحه اتشرخ جامد، فطبعا مش هرميه، فرحت جايبه البلح العجوه ورحت حطاه عامله ماليه بيه الفراغات اهي كلها من بره ومن جوه، من الجنب كمان اهو شايفين، ومن جوه كمان اهو شايفين، كل الفراغات كده مليتها. وان شاء الله ولعت الفرن وهدخله الفرن عشان كده ان شاء الله ويبقى كويس باذن الله. وطبعا خساره ان احنا نرميه، فالتمر ده مع الحرقان وفي قلب الفرن هيسد الفراغات ده وهيبقى كويس ان شاء الله. دي كانت معلومه حبيت اقولها لكم عشان اي حد عنده طاجن وحصل له كده ما يرموش، يعمله بالبلح العجوه، يملى بس كويس جدا الفراغات ويولع الفرن ويسيبه، يسيبه ساعة زي ما يحب، او يستغل الوقت لو بيعمل مثلا فيه اي حاجة في الفرن ما يولعهوش مخصوص ويعمله ويدخله معاه، كل ما يجي يولع الفرن يدخله، لو الفرن من مدة مش طويلة يدخله في الفرن ويحطه في الفرن كده ان شاء الله ويحرقه وهيبقى كويس باذن الله. وان شاء الله هوريه لكم لما يطلع من الفرن. ادي يا جماعه الطاجن بتاعنا بعد ما عملناه بالتمر بالبلح العجوه عشان كان اتشرخ، اهو شايفينه عامل ازاي، اتحرقناه طبعا، لسه طبعا هنغسله بس هنجربه دلوقتي نشوفه هل فعلا صح الفكره نجحت ولا لا. هنحط ادي صينيه ناشفه تحتيه خالص اهي، ما بقاش ولا نقطه ميه، وهنحط فيه كوبايه ميه ونشوف شويه كده ايه اللي هيحصل، هيجيب ميه ولا لا، عشان نعرف ان هو نجحت الفكره ولا لا. ودلوقتي بقى هنشوف في ميه في الصينيه ولا لا، شايفين ولا نقطه ميه اهي، ولا نقطه ميه، يبقى كده عرفنا الطريقه. لو عندنا طاجن حصل فيه شرخ ولا اي حاجه ايه الطريقه اللي احنا نعملها بيه، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. كده بقى ان شاء الله ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي اول مره يشوف قناتي وما اشتركش يشترك، هتلاقي كل جديد وكل بسيط. شايفين يا جماعه اهو ده بالامانه والله ما جاب نقطه ميه. طبعا انا بقى طبعا هغسله وانضفه كويس بعد ما اتحرق اهوت، هنقع فيه بس ميه كده عشان اطلع الزيادات اللي فيه ديت، وان شاء الله. طبعا انا ما حطيتش فيه ميه الا تاني يوم، سبته في الفرن، ما فتحتش الفرن عليه، سبته خالص لتاني يوم الصبح لما خد السخنيه كمان بتاعه الفرن ولو برد، وحطيت دلوقتي فيه الميه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله ان انا ما رميتش الطاجن عشان خساره بصراحه، فالحمد لله اهو. فيا ريت لحد لو عنده طاجن فيه شرخ ولا حاجه يجرب الطريقه دي، وان شاء الله ناجحه معاه 100% ان شاء الله. اشوفكم على خير. وانا حبيت اجرب الطريقه دي معاكم عمليا عشان تبقى قدامكم، والله دي اول مره اجربها ونجحت معايا الحمد لله، ان شاء الله تنجح معاكم، وان شاء الله ما الطواجن بتاعتكم ما يحصلهاش حاجه.